نحن هنا اليوم بصدد مساندة القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية إنسانية وليست مجرد قضية عربية أو إسلامية، فعلى الدول الإسلامية وكل الدول التي لها شأن في هذه القضية أن تتدخل من أجل إيجاد حل في أقرب الآجل، لأن هذا الأمر أصبح لا يطاق لآخر ولأبعد الحدود. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.